إن الله سبحانه وتعالى حاش له حاش له وهو قد اختار للأمة هذه الحفظ، واختار لها أن تكون الأمة الملحوظة وأن تكون أمة التمكين، وهو الذي وعدنا على لسان نبيه بوعود النصر القادمة ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، وإننا منصرون بإذن الله. طال الزمان أم قصر، نحن منتصرون ولو كره المنهزمون، وهذا الذي يجري لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اعلم أيها الحبيب إن توالي الضربات من قبل الأعداء على هذه الأمة سيكون سببا في استيقاظها يوم بعد يوم، حتى تحقق وعيها الكلي وتوحدها الفكري الكوني وتعرف كيف تنظم طاقاتها وصفوفها. إذن الوعد قادم والوعد نافذ، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل أنت وعيت هذه الوعود؟ هل أدركتها؟ وهل حاولت أن تكون شيئا من وقودها حتى تتجلى وتتجسد؟ أي القاعدة تقول الثالثة: إن طول الزمن طول الزمن ما بيننا وبين تحقيق وعد الله وما بين انتصارنا يرجع إلينا، أي منوط بنا، أي هو بأيدينا. فعلى حسب الاستعداد تأتي الأمداد، على حسب تحركنا الأرضي تتحرك السماء بأبواب فتحها ونصرها وتأييدها، على حسب صدقنا وتجمعنا وتوحدنا وإقدامنا وكثرة الأعداد الصادقة التي تلتحق بركب الغرباء، على كثرة ما نقترب من النصر ونختصر المسافات إلى نحور الأعداء ونقرب ساعة الثأر أيها الأحبة. ويا حبيبي قد مضى عليك من العمر الكثير ما مضى من الدنيا إنما هو أحلام، والباقي أماني، وما بينهما وقت ضائع إن لم تملأ خزائنه بالنافع لهذا الدين. وفريضة الوقت أن نتلاقى حتى نتوحد على الفهم والفكر الواحد، فيأخذ كل منا دوره أيها الحبيب.